اليوم عندنا خبر عاجل في يعني تقدم كبير لتطوير الكرة السعودية والعمل عليها. معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعتمد تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية من مواليد المملكة. ضمت هذه اللجنة التي سترتبط بمكتب معالي رئيس المجلس الكابتن محيص الجمعان، الكابتن فؤاد أنور، الكابتن حمزة إدريس، الكابتن نواف التمياط، الكابتن محمد شلية. هذا هو الخبر العاجل.